السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس رجب نصر. إن شاء الله النهارده معانا الدرس رقم 3 من دروس دورة الكلاسيك كنترول. إن شاء الله النهارده الدرس رقم 3 ده هيتكلم عن يعني إيه كنترول سيستم، وات إز كنترول سيستم. هنعرف الكلام ده مع بعض إن شاء الله في الدرس دوت. الأول هنتكلم بحاجة بسيطة، كنترول سيستم بدأ إزاي أو أنظمة الكنترول بتبقى إزاي؟ والله الحقيقة في البيت أو في أي مكان عندنا، هو إحنا عندنا أنظمة كنترول، بس الفرق إن هي بسيطة أو معقدة. فليكن في البيت إحنا مثلا عندنا على سبيل المثال، مثلا أنا دلوقتي حبيت أنور النور دوت، أجي أخش الغرفة ببص ألاقي بعيني، ببص ألاقي الغرفة مش منورة، فبالتالي بفكر في مخي وبعد كده بدي اوردر او بدوس على الزرار دوت، فالزرار دوت طبعا بيوصل كهرباء لللمبه ديت فبتنور. اذا انا عملت تحكم عن طريق بشري، تحكم بشري عن طريق اللي انا بستخدم عيني ومخي في معالجه البيانات ديت، او اللي انا اخد قرار انور ولا ما انورش. بعد كده طبعا قلنا ممكن نطور الكلام ده ازاي، يعني ممكن في بعض الانظمه كنا ممكن نجيب حساس، بدل ما انا اخش الغرفة لا ممكن اجيب حساس يحس انا موجود ولا مش موجود. بمجرد ما انا دخلت الغرفة هو الحساس ده بياخد بيحس عن طريق اي طريقة معينة، يعني بياخد الاشارة مني او بياخد اشارة عن طريق الحركة او الصوت او اي حاجة، اي بيستشعر وجود اي جسم، وجود انسان، وبياخد الحركة دي بيترجمها لقرار، بيحس بيدي اوردر او بيدي امر للمبة دي ان هي تشتغل فتشتغل على طول. وبعد كده بيفضل شغال الحساس ده على طول باستمرار، ولما الانسان بيبقى مش موجود فهو يروح جاي طبعا برضو ما زال شغال، بيحس ان مفيش حد موجود بيبدا يدي اوردر لللمبه ديت اطفي فطفي على طول. فده نظام كنترول يعني اعقد شويه من النظام الاولاني اللي احنا اللي هو اللي كان النظام البشري البحت. طبعا في المصانع طبعا الموضوع بيبقى يعني اكبر من كده بكتير، ولكن ده يعني مثال بسيط على يعني ايه كنترول سيستم. كنترول سيستم حاجه بسيطه موجوده في بيوتنا كلنا، يعني هو ده الكنترول. طيب الكنترول ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من 3 اجزاء رئيسيين، هو اللود اللي احنا عايزين نتحكم فيه، والكنترولر اللي هو المخ اللي بيفكر، او الجزء اللي بيفكر او الجزء اللي بياخد يجيله اشارات وبيدي قرارات، وده الاشارات اللي بتيجي من بره السيجنالز. يبقى هو ده ال3 اجزاء الرئيسيين بتاعتنا. السيجنالز دي بتروح للكنترولر، والكنترولر ده بيدي للود فبتنور. على سبيل المثال اللي فات الكنترولر ده هو مخ الراجل البشري اللي احنا اتكلمنا فيه، والسيجنال دي هي الاشاره اللي احنا خدناها بعينينا، شفنا ان الدنيا مظلمه فحبينا طبعا ناخد خدنا اشاره ان الدنيا مظلمه، فبالتالي فكرنا عطى قرار للكنترولر، فالكنترولر فكر وقال لك دوس على الزرار بصباعك، فعطى سيجنال للاصبع او اشاره لاصبعك ان هو يدوس على الكنترولر او يدوس على المفتاح بتاعنا، فبالتالي اللود اللي هو اللمبه بتاعتنا دي تنور. على سبيل المثال حاجه بسيطه برضو، تكييف زي كده. التكييف هو عباره عن اللود، هو التكييف هو اللود ده عباره عن تكييف، وطبعا جواه كارته او جواه حاجه مستقبله الاشارات، وادي الريموت بتاعنا. احنا الريموت بندي له اشاره، بندوس انا اشاره ارفع درجه الحراره او وطي درجه الحراره، فبيستقبل الاشارات دي عن الاشارات اللي احنا باعتينها عن طريق الكنترولر اللي موجود داخل التكييف، فبالتالي بيدي اوردر للتكييف اشتغل او ما تشتغلش، وهكذا بيبدا يظبط نفسه اوتوماتيك. طيب يبقى اذا ايه ده الاوتوميشن؟ ده معناه الاوتوميشن. الاوتوميشن يعني حاجه اسمها الاتمته او النظام الكنترول، او حاجه تمشي مش عن طريق المخ البشري يعني، او مش عن طريق القدره الجسمانيه، لان الاتمته طبعا او النظام الاوتوماتيكي او تحويل النظام الاوتوماتيكي ليه فوائد كتيرة، خاصة في الصناعة وفي الماكينات اللي احنا بنحب نتحكم فيها. هيفيد كتير معانا في الصناعات طبعا، هو هنحسن وهنزود الانتاج بتاعنا وهنرفع مستوى الجودة بتاع الانتاجية اي في المصانع وليكن على سبيل المثال، وبيقلل برضو من العامل البشري. طبعا بيقلل من العامل البشري يعني التقليل برضو من الاخطاء البشرية يعني، وبيحقق المنافسة، لانك انت برضو بتقدر ممكن تنتج منتج سريع دقيق يعني ذو جودة عالية، بيحقق الامان برضه، حتى يعني وانت شغال برضه بيبقى عندك عنصر امان عالي جدا عن طريق برضه الكنترول او الاوتوميشن ده، وبيقلل الوقت جدا وقت التصنيع، وبيقلل كمان التكلفه على مدى بعيد. هنشوف بعض الانظمه اللي هي الاوتوماتيكيه والفرق بينها وبين الانظمه العاديه. ده نظام بشري يعني عباره عن ايه؟ عباره عن ماسوره غاز. ماسوره الغاز دي فيها محبس، المحبس ده بيدي فالف، بيدي هنا يعني ايه جزء لها بيولع او بيشتعل عن طريق الغاز اللي داخل الماسوره ديت.
وهنا البروسيس او العمليه، هنا انت حبيت مثلا بتسخن على جزء معين، ده فرن، ده فرن كهربي، وهنا هنا في عداد زي ما انتم شايفين كده بيقيس درجه الحراره. هنا الاوبريتور، تمام، الاوبريتور او المشغل ده بيبص على درجه الحراره بعينه، بعد كده بيفكر بمخه، وبعد كده بيدي قرار، والله هو ده انا محتاج اعلي درجه الحراره او اوطيها حسب العمليه اللي جوه. ابص اشوف المعدن اللي جوه ده او الحاجه اللي انا بعملها احمرت، واشوف درجه الحراره، هي درجه الحراره المناسبه، وافتح المحبس او اقفله حسب درجه اللي انا عايزها. طبعا العنصر البشري ده طبعا زي ما عارفين بطيء، مش دقيق، يعني ما يقدرش يظبط الجوده بشكل عالي. حاجات كتيره جدا، عيوب جدا موجوده في العنصر البشري. ومن هنا طبعا ظهرت اهميه الاتمته او الكنترول. زي كده احنا حولنا النظام ده كده كله على بعضيه للنظام ده ازاي، هو نفس الفرن هو هو، ولكن غيرنا المحبس اليدوي الهاند فالف دوت لغيرنا لكنترول فالف، يعني محبس بيتحكم عن في الفتح، في الفتح بتاعه والقفل بتاعه عن طريق اشارات كهربيه. وغيرنا المخ البشري اللي هو دوت، غيرناه بجهاز اسمه كنترولر. الجهاز دوت بيحس بدرجه الحراره، بيجي له اشاره عن طريق حساس هنا بيركب في الجزء ده، الحساس ده بياخد درجه الحراره بتاعتنا وبيوديها للكنترولر ده. الكنترولر ده او المخ دوت احنا بنبقى ظابطينه، بنقوله احنا عايزين نشتغل على درجه حراره، بنعمل له سيت بوينت او درجه حراره معينه، بنقول له مثلا على سبيل المثال احنا هنظبط السيت بوينت بتاعتك على 85 درجه، يعني اشتغل عند 85 درجه. فبيبدا ياخد الاشاره من الترانسميتر دوت او الحساس دوت، بيبدا يبعتها للجزء دوت، فبالاشاره بتقول ان هنا وصلت 84 درجه و9 من 10. فايه اللي بيحصل؟ بيبدا الكنترولر او المخ ده بيبعت اشاره ثانيه للمحبس بتاعنا، بيقول له افتح شويه صغيرين. فلما يفتح شويه صغيرين بيبدا مستوى اللهب يزيد عندنا اكتر، فبيبدا بعد كده طبعا درجه الحراره ترتفع اعلى شويه. ولما درجه الحراره ترتفع اعلى هكذا الترانسميتر يحس مره ثانيه ويشوف درجه الحراره وصلت 85، يروح جاي بعت الاشاره توصل 85، اوكي ما وصلتش 85، بيبدا يبعت مره ثانيه يفتح المحبس اعلى وهكذا زي ما انتم عايزين كده. يعني حسب السيستم انت بتبقى ظابط السيت بوينت بتاعتك او النقطه بتاعت الشغل بتاعتك على كام. ده نظام من أنظمة الأتمتة، وما بيبقاش فيها عنصر اللي هو الخطأ البشري، وسريع جدا في الاستجابة. هنا طبعا الحركة بتاعت الإنسان هي حركة بشرية، لكن هنا طبعا ده عبارة عن حاجة يعني أوردر أو أمر بيتحرك في أجزاء من الثانية، أجزاء بسيطة جدا في الثانية، وبيبدأ بمنتهى الجودة وبمنتهى يعني السرعة الأوامر اللي إحنا عايزينها وينفذها بمنتهى الدقة. تمام، هناخد فيديو سريع كده هيشوف بعض أنظمة الأوتوماتيكية اللي بتشوفها في المصانع. زي ما انتم شايفين كده أنظمة مثلا التعبئة، الجراكن ديت بياخدها بيعبيها، بيشوفها جركنين. ده نظام تاني بيعبي هو، بيكتشف جزء معين أو البرميل ده مليان ولا لأ. أنظمة التعبئة كلها ازاي، مكنة زي كده بتبقى عارفة مكان الشكارة دي أو الشوال ده بيتحط ازاي. زي ما انتم شايفين كده برضو ماكينات التعبئة اهو، يعني برضو ايس كريم بتاخد ازاي الحاجات دي وتتحس ان هي اخدها اربعة وتحطهم هنا ويبدأ يرجع وياخد نفس الاربعة اللي بعد منهم وهكذا. كل دي انظمة اتمتة احنا بيبقى يعني ايه بنقدر نوصلها ان شاء الله في كورس الكلاسيك كنترول بإذن الله مع بعض. يعني زي ما احنا قلنا هو العوامل الاساسيه بتاعتنا او الاجزاء الرئيسيه بتاعتنا في الاوتوماتيك كنترول او الكلاسيك كنترول هو عباره عن الكنترولر او اللي هو المخ اللي احنا بنفكر فيه، واللود اللي احنا عايزين نتحكم فيه، والاشارات اللي داخله للكنترولر. تمام، يبقى اذا تتكون المنظومه من الاشارات والكنترولر والحمل بتاعنا. تمام، هنبدا الاول بالاشارات بتاعتنا السيجنالز. تمام، بتصنف السيجنالز بتاعتنا لحاجه اسمها ديجيتال سيجنالز والانالوج سيجنالز. الديجيتال سيجنالز دي اشاره بتوصل للكنترولر، اشاره بتوصل للكنترولر يا يا لا بقيمه. يعني ازاي؟ نفترض ممكن نبعتها على هيئه حاجه موجه اي سي او حاجه على هيئه موجه دي سي فولت. فولت ممكن نبعتها على شكل فولت، يا يعني نبعت صفر، يعني يعني الحساس ده بيبعت اما صفر فولت يا بيبعت 24 فولت، يعني يا يا لا، يعني يا موجود يا غير موجود، او صفر فولت ودي القيم الستاندرد المشهوره قوي. فلو ده كان تيار عندنا اي سي فاحنا زي ما قلنا هنستخدم فولت اي سي، الحساس بتاعنا او الاشاره بتوصل لنا يا اما 0 يا اما 24 او 0 48 او 0 110 او 0 220 او 0 380. ده في حاله الاي سي. في حاله الدي سي 0 ل 5 فولت او 0 12 فولت او 0 24 فولت او 0 48 فولت،
يا توصل لصفر يا 5 فولت وهكذا. يبقى اذا دي الانظمه الديجيتال اللي هي بتبقى يا اه يا لا، يا موجود يا غير موجود. اما الانظمه الانالوج بيبقى رينج، يعني مدى من رقم كذا لرقم كذا، وجوه ما بينهم ده الرينج بتاعنا. يعني ازاي؟ ممكن نتخذ على شكل ثلاث، على هيئه ثلاث اشكال. ممكن ناخد الاشاره الانالوج دي، ممكن ناخدها على شكل فولت، او ممكن ناخدها على شكل امبير، او ممكن ناخدها على شكل مقاومه. لو خدناها على شكل فولت بيبقى عندنا حاجه برمز اس او دي، معناها سيمتريكال، يعني متماثله. يعني ازاي متماثله؟ هنعرف يعني ايه متماثله دلوقتي مع بعض. يعني الاشاره بتاعتنا ممكن توصل لنا من موجب 80 لسالب 80 ملي فولت، دي الاشاره بتاعتنا. ما بينهم دي اشارات، يعني هنا احنا قلنا كان رقمين يا صفر يا كذا، لكن هنا رينج او مدى بين ال 80 وبين سالب 80، يعني 80 سالب 70 سالب 50 وهكذا لحد ما توصل لموجب 80 بالملي فولت، او من موجب 125 1 وربع فولت لسالب 1 وربع فولت، او من موجب 2.5 فولت لسالب 2.5 فولت، او من 5 لسالب 5، او من 10 لسالب 10 فولت. دي السيمتريكال او الموجات او بيسموها الاشارات المتماثله، يعني البدايه بتاعتها والنهايه بتاعتها هي بعكسها بالسالب. تمام. الغير متماثله السيمتريكال ديت دي عباره عن، من بص بقى هنا احنا قلنا هنا 80 سالب 80 1 وربع 1 وربع سالب 1 وربع، هنا لا، من 0 ل 1 وربع، من 0 ل 2.5 فولت، من 0 ل 5 فولت، من 0 ل 10 فولت، عشان كده بيسموه غير متماثله. تمام. ما فيش قيم بالسالب. ده لو وصلت لنا الموجه او الاشاره على شكل فولت. اما لو وصلت لنا على شكل امبير او كارنت هتوصل لنا برضو بالشكل، برضو فيه سيمتريكال ونون سيمتريكال او اسيمتريكال، زي من سالب 10 ملي امبير لموجب 10 ملي امبير. ايه ده، رقم صغير جدا. اه طبعا الرقم ده صغير جدا، يعني من سالب 20 ملي امبير لموجب 20 ملي امبير. او اسيمتريكال اللي هو غير متماثل، لو من 0 ل 20 ملي امبير، ودي مجموعه من الحساسات مشهوره جدا، يعني من 0 ل 20 ملي، او من 4 ل 20 ملي امبير، برضو حساسات مشهوره جدا. القيم دي موجوده ستاندرد حقيقيه يا جماعه في الاشارات او الحساسات يعني. او بتجينا الاشاره هيئه مقاومه ريزيستنس، بتجينا على شكل مقاومه برينج، يعني بيتغير حسب الاشاره جايه لنا، من 0 ل 150 اوم، او من 0 ل 300 اوم، او من 0 ل 450 اوم، او من 0 ل 600 اوم. وفي قيم ثانيه برضو معروفه مشهوره يعني، بس دي الاشهر منها، دي القيم المشهوره. احنا خدنا السيجنالز، ان شاء الله الدرس الجاي باذن الله هنتكلم عن اللود بتاعنا باذن الله. يعني احنا خدنا الكورس كونتنت والالكتريكال انتدكشن، المقدمه الكهربيه، وخدنا يعني ايه كنترول سيستم. ان شاء الله المره الجايه باذن الله الدرس الجاي هنتكلم عن انواع الالكتريكال لود او انواع الاحمال الكهربيه. اشوفكم الدرس الجاي باذن الله.